بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع إزاي نصلح الإيرلايف في حالة ما اللمبة ثابتة على طول على الأحمر. كان في ناس كتير لازم يطلبوا الصفحة اللي هي 192.168.1.6. لأ، أنا جالي قطعتين ما بيظهر لكش معاهم أصلا صفحة 192.168.1.6 اللي هي الإمرجنسي دي. إحنا كنا بنستعملها في حالة ما الإيرلايف مات وإحنا عايزين نرجعه. ففي ناس كتير رموا طبعا الايرلايف لان اللمبه منوره احمر على طول وما بتعملش حاجه. فالحمد لله قدرت ارجع تاني القطعتين تاني زي ما كانوا، وهنبتدي نشرح النهارده على السوفت الاصلي وازاي احوله لسوفت اب راوتر وازاي ارفعه ل 26 دي بي، لان طبعا الشروحات اللي فاتت راحت. فانا هرفع ده ان شاء الله على الـ على الـ على اليوتيوب، وهاخد الـ هاخد لينك على الفور شيرد لان ما بتمسحش حاجه. فالنهارده اهو انا هبتدي اهو الايرلايف. طبعا الديفولت بتاعه 192.168.100.252. اضغط انتر. ده الايرلايف بتاعي، ده اصلا كان جهاز ميت بقاله 3 اشهر. تمام. مود لو انا عايزه اكسس بوينت او كليانت او بريدج او دبليو دي اس ريبيتر، ودي انا كنت شرحتها، كنت شرحت دي كويس جدا عشان الناس اللي عايزينه يعملوا ريبيتر. ما هيش يونيفرسال ريبيتر، يونيفرسال ريبيتر بيفك منك على طول، لكن دي لا. تمام. فنشوف، نخش في اعداداته كاكسس بوينت. الادفانسد ده السوفت الاصلي بتاعه، السوفت الاصلي بتاعه 20 دي بي اخر حاجة فيه، 20 دي بي اخر حاجة فيه. طيب انت بقى، انت لو عايز تحوله انه يبقى اكسس بوينت جايبه كمحطة ارسال ليك، كل اللي هتعمله هتخش في مود على الاكسس بوينت سيت اب، سيبه بي جي لان احسن حاجه للاندور انه يشتغل بي جي، او لو عايز تعلي المسافه بتعمله على المود بي بس. وعندك طبعا المود جي ده تريت اعلى، لكن المسافه ابعد على المود بي. بي جي لان انت اكيد مش هتعدي ال 900 متر او الواحد كيلو، ان الايرلايف هو ده مداه واقصاه. تمام. المهم هنعمل بقى اسم الشبكة هنا، الاس اس اي دي هسميه مثلا شادي سوفت، ده اسم الشبكة اللي انا هبث بيه شادي سوفت مثلا. والتشانل نمبر بتقدر تختار القناة اللي انت عايزها. تمام. وهم فتحوا القناة 13 كمان في USA في السوفت الاخير اللي هو نازل من عندهم ده. السكيورتي لو عايز تعمل باسورد وما عندكش سيرفر، لو عايز تعمل باسورد وما عندكش سيرفر طبعا بتعمل له سكيورتي عليه، وده كنت انا شرحته قبل كده كتير، فاحنا مش محتاجين دي لان اغلبنا اصلا عنده سيرفرات. القناة انا بختار القناة اللي انا عايزها وبرتاح ليها عادي خالص. الادفانسد دي بشوف برفع الباور فيها هو اقصى، بيقول لك هنا 20، ده اللي هو السوفت بتاع السوفت الاوروبي. تمام. ما بتعملش تاني هنا اي حاجة خالص. ابلاي تشينجز اهو. اوكي. كل مشكلة السوفت ده ان كل ما تعمل حاجة هتعمل له ريبوت، والريبوت بصوا كده بياخد وقت قد ايه. دي المشكلة الوحيدة على فكرة اللي انا بشوفها في السوفت ده، غير ان انت بتقدرش تثبت السوفت 26 دي بي. انا دلوقتي اهو هجيب السوفت ال 26 دي بي احطه لكم على سطح المكتب ونرفعه سوا عشان نشوف ايه الفرق. سوفت 26 دي بي اهو. كل الحاجات دي، كل السوفتات دي ان شاء الله هرفعها لكم برضو في الموضوع، لان طبعا في روابط كتير راحت. ومعانا برضو سوفت الاب راوتر علشان هنشتغل عليه مع بعض. ده سوفت الاب راوتر اهو، وبرضو هنرفعه وندرجه في الموضوع. تمام. دول الثلاث سوفتات اللي هنشتغل عليهم، ده الاصلي، ده 26 دي بي، وده سوفت الابراوتر. بصوا لحد دلوقتي في كام ريكوستاية على حد ما يرجع ويعمل ريبوت، هو ده بقى اللي بيخنق بقى. لكن هو الجهاز بصراحة كجهاز تحفة يعني، تحفة، بسم الله ما شاء الله على الشركة دي. والأحسن كمان ال 5470، يعني جربته ملوش حل. طيب دلوقتي هو الجهاز رجع لنا تاني اهو،
مود اصبح اكسس بوينت، هو نفس الاعدادات اللي انا عملتها. عايز اغير الايبهات بقى، بروح للتي سي بي اي بي واغير الايبهات بتاعتي. تمام، هو انا شرحي المره دي مش ان ازاي تبرمجه على ان ازاي ترجعه للحياه او ازاي تغير له سوفتات. طب دلوقتي انا عايز اغير السوفت، اخليه 26 دي بي، اللي هو اللي هو البرازيلي تقريبا. هنا طبعا بعمل سايت سيرفي عشان اشوف الشبكات اللي حواليا. انا شايل الانتنه بتاعته فما فيش اي حاجه هتظهر. تمام، طيب احنا عايزين بقى نعمل اللي هو السوفت 26 دي بي. في عندي حاجه هنا اسمها اذر، ممكن من الاذر دي فيرموير ابجريد فيرموير، لكن خد بالك ان مش هيرضى، مش هيقبل بسوفت الاي براوتر، لكن ممكن نخليه يقبل بسوفت 26. فانا هفتح براوز، تمام، واروح للسوفت 26. ثانية واحدة، سوفت 26 اللي هو ايه، 15. ابلود دلوقتي جاري رفعه للاكسس. طبعا في طريقة تانية خالص للابلود غير دي، هوريها لكم دلوقتي مع سوفت الاي براوتر، وبتنفع مع ده او مع ده. دلوقتي هيقعد يعمل ابلود للسوفت، وهنخش نشوف فعلا اترفع معايا الباور ل 26 فعلا ولا لا. طبعا ما قبلوش، ما قبلش يشتغل عليه. فنعمل ايه؟ لان انا طبعا منزل فيرجن احدث، والفيرجن الاحدث هو اخره 20 دي بي. هقول له اوكي. وعلى فكرة الموضوع ده قابل ناس كتير جدا. كل اللي هعمله هروح للايبهات هنا اهو، روبرتز، هخلي الاي بي الاولاني 192.168.1.99، والتاني 192.168.1.1 او 1.6، خليها 1.6 عشان تبقى ايه سهل عليك. يبقى الجيت واي 1.6. تمام، اوك اوك كلوز. همسك الاكسس الايرلايف هو في ايدي دلوقتي حالا، وفي معايا دبوس، هشيل الباور وهفضل حاطط ايدي على الدبوس، يعني ايدي على الدبوس، اشيل الباور، احط الباور، اللمبة الحمراء نورت، طفت وراحت، تاني اختفت. تمام كده اقدر اشتغل بقى في صفحة اللي هي الامرجنسي، صفحة الطوارئ بتاعته. هطلب انا في المتصفح 192.168.1.6. بص الصفحة دي طلعت لي على طول، فانا عايز اديله بقى السوفت ل 26 طالما هو ما عادش قبله. فانا هفتح براوز، احنا قلنا الاي 15، اوبن ابجريد، ابلود، اوكي، بليز ويت كده. تمام تمام تمام، وحصل ان اخد السوفت ده، يبقى احنا تحايلنا عليه، هو مرضاش ياخد السوفت مننا. هديله المية تاني، 100.252، اوك كلوز، البنج تاني اهو مفتوح على 100.252 اهو، لحد ما الاكسس يرجع لنا تاني. طبعا اللمبة الحمراء رجعت نورت معايا تاني، وبعدين لحظات وتختفي ويبنج، بس هخش الاقي السوفت بتاعه بقى 26. اتمنى ان شاء الله ان الموضوع ده يفيد ناس كتير، لان في ناس كتير فعلا تعبت. انا نفسي كنت بنتظر الصفحة دي تظهر، لكن في اكس زين جولي ما يظهرليش الصفحة دي، بالصدفة حطيت واشتغلت على اساس سوفت الاي براوتر عادي، فجأة لقيته رفع واشتغل وكله تمام. فقلت ان انا لازم احيي الموضوع بقى من تاني علشان بس ما يحصلش الموضوع ده تاني. يعني انا عندي 3 اكسسات ايرلايف مرميين بقالهم 4 اشهر، منتظر دلوقتي البنج يرجع تاني علشان نخش نشوف السوفت فعلا رفع ل 26 ولا لا، علشان نخش على السوفت اللي بعده على طول. هو الموضوع ان شاء الله مش برمجة، غير انه ازاي ان انت ترفع سوفتات وازاي ان انت تعيده للحياة تاني بس ويشتغل معاك، لان الموضوع ده مطلوب جدا. والاكسس الايرلايف صراحة اكسس محترم جدا جدا جدا، يعني فوق الوصف. تمام كده رجع لي اهو، اشوف انا بقى السوفت بتاعي فعلا اترفع ولا لا. هي
هي دي كل مشكلة السوفت ده على فكرة يا جماعة، بياخد وقت شديد جدا يعني. طيب تمام، رجع لي تاني اهو، اخش كده اشوف في الادفانسد سيتنج بقى معايا السوفت كام. واخد بالك 19 21 26 دي بي. تمام كده، ده فعلا بيرفع على فكرة يعني، ما بيرفعش حاجة مهولة، لا 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 مش 6 يعني، يرفع 6 دي بي على فكرة، هي 2 دي بي او 3 دي بي اخرها، بس ممكن تحس بفرق ملحوظ في بعض الاماكن بيزيد شوية. يبقى احنا ايه، وصلنا لل 26 دي بي. طيب ايه هو سوفت الايه براوتر؟ طبعا شايفين شكل السوفت ده من جوه اهو. خدوا بالكو السوفت القديم، لاحظتوا ايه اللي حصل؟ السوفت القديم اخره قناة 11، السوفت القديم اخره قناة 11، هما في السوفتات اللي عدلوها جابوا قناة 13. تمام، فهنعمل ايه دلوقتي ان شاء الله؟ هنخش بقى نعمل له سوفت الاب راوتر، وده اللي انا بفضله جدا 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 على الاكسس يعني. السوفت محترم، بيجمع ما بين السهولة، الريبوت بسرعة، ثانيا ال 26 دي بي دي ثابتة فيه ال 24 ساعة ما بتقلش، دي ممكن لو عملنا حاجة وشوية اعدادات ورجعنا هتلاقيها رجعت ل 20 دي بي. تمام، طيب السوفت ال 26 دي بي هنعمل ايه؟ نفس الحركة اللي احنا عملناها، هشيل هحط ايدي على زرار الريزيت، وده الباور ارجعه تاني. تمام، اللمبة الحمراء اختفت، هبتدي انا كده شغل. هنرجع الايباهات زي ما كنا عملنا، واحد وده واحد، 6، اوكي كلوز. هطلب الاي بي تاني، وسواء الاي بي الصفحة دي ظهرت لك او لا خلاص اشتغل، ما تقلقش يعني، حاول ما ينفعش في اللانة دي خش في اللانة التانية. دلوقتي كل اللي هعمله ان انا هروح اخد السوفت بتاعي، السوفت اهو اللي هو الاب راوتر كوبي، واخده احطه في السي عندي، عندي معلش لان الويندوز مقلوب اهو، حطيته عندي في السي اهو، او الدي هو الدي لان الويندوز عندي مقلوب، ما تفهمش ايه اللي حصل له يعني. تمام، انا حطيت هنا السوفت، كل اللي بعمله ان انا بروح افتح ستارت واكتب عبارة سي ام دي، اوكي، وهعمل هنا سي دي نقطتين انتر، سي دي نقطتين انتر، جاب لي المحس الدي او السي اللي هو بتاعك. هاخد فيه هنا ملف تكست انا سايبه لك، كاتب لك فيه الامر اللي بيتاخد، تي اف تي بي اهو كوبي. تمام، واروح رايح هنا اديت باست انتر، تلاقي اللمبه الخضراء بترعش جامد قوي في الاكسس، وقال لك خلاص انا كده تم تحويل السوفت. الموضوع سهل جدا جدا جدا، بس لاحظ 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 ان ما بيشتغلش على السيفن يعني، الناس اتهبلت في الموضوع ده. على فكره هو شغال في الاكس بي، ممكن يكون انا ماليش خبره كتير في الويندوز، او ممكن يكون له تفسير تاني ممكن تحله ببرنامج تاني في السيفن، بس انا بفضل ان انا بشتغل على الاكس بي. تمام كده، هو السوفت رجع. هنرجع بقى الديفولت بتاع السوفت ده 192 168 2 1، فانا هعمله اهو، هعمل الجيت واي بتاعي 2 1، واخش ابنج على ال 2 1. وفي بقى تنبيه مهم جدا، الاكسس مش لازم يرجع في لحظتها، ده انت ممكن تعمل له ريستارت مرتين ثلاثة. تمام، انا هفتح البنج عليه اهو على الاتنين واحد علشان يرجع لي. انا ممكن كده اقعد دقيقتين على فكرة، وبتفكر برضو ان انت فقدت الامل في الاكسس انه يشتغل تاني، لا مفيش حاجة من دي. الاكسس عمل ريبوت اهو، لو تلاحظوا البلاجد وان بلاجد تحت هيرجع تاني، ممكن ما يبنكش اساسا، بتشتغل الباور مفيش لحظات وتحطه تاني. فهو دلوقتي هشوف هيبنج ولا لا عشان يبقى على الطبيعة معاك. نشيل كده كابل الباور ونحطه،
انا عايز اعرفكم بس ان السوفت ده خفيف جدا جدا في الريبوت بتاعه، يعني بمجرد ما بتعمل ريبوت 2 ريكوست بكتيرك قوي يروح راجع شغال، غير التاني اللي بيقعد يرص لي ريكوستات للصبح. انا دلوقتي شيلت الباور وحطيته اهو تاني في انتظار انه يبنج على 2-1. ما تقلقش عادي خالص. اتمنى اللي يشوف الموضوع ده يقدر يعالج الجهاز بتاعه وما ينتظرش انه يوديه لحد او حاجة من دي. وللأسف الميديا فير مسح الروابط كلها اللي كان عليها الشروحات القديمة، وانا بحاول ادور عليها على جهازي وهرفعها من تاني ان شاء الله على الفور شريد. طيب هو عمل انبلاجد كده دلوقتي تاني، هنشوف هيرجع يبنجلي ولا لا. تمام كده يا جماعة، تمام. يبقى ما كانش له لازمة القلق انه ما يرجعش تاني الاكسس، او تقعد تشيل وتحط وتستنى وخلاص كده رجع لي. فانا هطلب بقى الاي بي الجيت واي بتاعه 192.168.2.1. ادي سوفت الاب راوتر. بص خد بالك اول ما تخش على سوفت الاب راوتر الاس اس اي دي بيقول لك بوت يور لينسز، حط اللينسز بتاعك فين. حاجة اسمها ابديت لينسز. طب هنعملها ازاي؟ هنفتح الاستيتيوز. خد بالك السوفت ده جميل جدا جدا فوق ما تتخيل. انا اخدت الماك ادرس كوبي، هفتح ملف تكست، هشيل العلامات اللي ما بين الماك ادرس، تمام، واخد الماك ادرس اهو كوبي. وفي عندي حاجه انا بعتها لك في الملف اسمها الجنريتور اللي هو الاكسبنت لينس ازاي. هفتحها كده بس. انا كده رميت الماك، هقول له جنريتور طلع لي اللينسز اللي انا حطها هنا اهي، تمام. اخرها دي 5 ديت اهي، سيف يس، لان انا كنت عملتها قبل كده. تمام انا طلع لي هنا حاجه اهي على سطح المكتب، هي دي اللي هتتحط في الاكسس. طب بتتحط ازاي؟ هنا هقول له ابديت لينسز براوز، اجيب له الحاجة اللي طلعت اهي، تمام، 004F. ده الماك، خد بالك الماك اخره دي 5، علشان في ناس كانوا رابطين الايرلايف، رابطين الناس على الماكات، وبعد ما نزلوا السوفت ده الناس فكوا فعلا الماك هيتغير. تمام اهو اوبن ابلود، دلوقتي بيرفع له الكراك. تم، ده حتى بيبان باللمبة الحمراء التالتة اللي بتنور معاك، يعني بيديك ان انت كده خلاص وصلت لاقصى معدلات الامان، هتشتغل بقى ان شاء الله. تمام عمل انبلاجد ورجع يشتغل، هيقول لي انت كده فل. بص خد بالك الريبوت بتاعه قد ايه، 2 ريكويست اهم ملاحظهم. اوكي اجي افتح يقول لي ده انت كده قشطه خالص على الاخر، حط بقى الاسم بتاعك واشتغل. طيب هنفتح وايرلس، هنفتح بيزك سيتنج، هنا اكسس بوينت، هنا اللي اعمل اللي انت عايزه، تمام. وفي حتى ضاف لي خاصيه الاكسس بوينت زي الدبليو دي اس، ياخد ويبس وخاصيه الدبليو دي اس. لو حد عايز شرحها انا ممكن اشرحها له ايه لوحدها. طيب انا هنا اتفتح معايا قنوات من 1 ل 11، ده في امريكا. طيب في اليابان معايا من 1 ل 13، بس لازم اقول له سيف. اوكي ابلاي ابلاي. ريكوست بالظبط، بيزك سيتنج، فتح لك ال 13 قناة علشان اليابان للي عايز يشتغل بيها. تمام طيب انا بيهمني حاجة تانية اللي هي الادفانسد، ادفانسد سيتنج. الباور بتاعي كام؟ 26 dB 400 ملي وات. اعلم عليه واقول له سيف، ما عمروش في حياته ان شاء الله هينزل. تمام
ابلاي، واحلى حاجه في الابلاي ان احنا قلنا 2 ريكوست فقط لا غير. اتنين ريكوست يعني زيه زي التب لينك دلوقتي، لان كان بيخنقك طبعا في الروبوت. افتح دلوقتي ادفانسد، الباور بتاعك بقى 26، ده اللي بيتميز بيه السوفت ده. طيب انا نزلت السوفت وكله تمام، انا عايز يا عم ارجع للسوفت الاصلي بتاعي اللي هو الاصلي بتاع الشركة، هنعمل ايه؟ نفس الحركة تاني، انا شلت الباور وحطت ايدي على زرار الريزيت وهحط الباور تاني، اللمبة الحمراء اختفت تاني، اروح اغير الايباد بتاعتي. واحد وهنا 1 6، اوك، هطلب صفحة الامرجنسي. طيب جاتلي براوز، هاخد بقى السوفت الاصلي خالص اللي جاي من الشركة ابجريد اللي هو الاخر 20 دي بي ده. تمام ابلود اوكي. تمام بعد الاوكي ارجع انا بقى للاصلي بتاعي 100 100 252، اوك، وهبنج على 100 252. الموضوع ان شاء الله سهل جدا، وانا حبيت ان انا احط لكم الثلاث سوفتات قدامكم علشان تعرفوا ازاي هترفعوهم، اما ازاي تتعاملوا معاهم فدي شروحاتها سهله جدا، لو حد محتاجها ممكن نعملها تاني، او هي موجوده عامه يعني في المواضيع بتاعتي كلها. هو كان اهم نقطة الناس بتستفسر منها ازاي ان انت تحوله WDS، ازاي ان انت تحوله ياخد ويبس بس ما يفكش منك لو عمل ريبوت، وده انا برضو هحط لكم لينك الموضوع اللي انا اتكلمت فيه في الموضوع ده. انا منتظر هو يرجع تاني. طبعا الحاجات دي كلها ان شاء الله هحط لكم السوفتات دي في الموضوع. هو ده للاسف عيب السوفت ده، عيب السوفت الاصلي بتاعه، ان انت بتاخد وقت بيبيض عليك على ما يرجع. تمام كده رجع لنا تاني بالسوفت الاصلي بتاعه، هوري لكم اهو. رجع لنا السوفت الاصلي بتاعه اهو. مود سيت اب ادفانسد، بتعرفوا طبعا انه اخره في الباور 20 دي بي. تمام كده كده خلاص ان شاء الله هحط لكم السوفتات اللي انا استخدمتها دي، ويا رب اكون قدرت افيد الناس، وهرفع ده برضو على اليوتيوب علشان ما يروحش تاني. السلام عليكم.